النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث عمار قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. وجابر بن سمرة كما عند مسلم قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطبته قصدا. إذن الأصل في الخطب التخفيف، لكن ما هو هذا التخفيف؟ التخفيف أمر نسبي، وليس معنى ذلك أن التخفيف ما يفعل من إلقاء الخطبة هكذا دون تحضير ودون إعداد كما يفعل من قبل البعض، كأنه أمر ثقيل على رأسه يريد أن يتخلص منه. ووالله إن كل خطيب لمسؤول أمام الله، ولسيما في هذا الزمن، عما يقوله. لما؟ لأن الناس يجلسون لك، وهو الوقت الوحيد الذي يأتي المسلم من طوع اختياره، وقد فرغ قلبه ووقته لك من أجل أن يسمع منك خيرا. أما أن تلقى الخطب من قبل بعضهم هكذا على أنها خطبة وانتهى الأمر دون أن يخرج الناس من غير فائدة فإنه محاسب. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقرير التوحيد ولبيان أصول الإيمان وما أعده الله عز وجل لأوليائه ولأهل معصيته، قال: فيخرج الصحابة رضي الله عنهم بعد خطبته وقد أحبهم وأحبوه، وقد أحبهم وأحبوه. ولكن الأصل هو التخفيف، لكنه تخفيف نسبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بقاف كما عند مسلم، ويقرأ آية آية ويتأنى. وكذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم خطب كما عند مسلم، فقال في خطبته: ونادوا يا مالك. وعمر كما عند البخاري من حديث ربيعة التيمي خطب بسورة النحل حتى بلغ السجدة. انظر، من أول سورة النحل إلى السجدة طويلة جدا، ومع ذلك فالأمر يعود إلى تحقيق المصلحة، ليست إطالة مملة، وأيضا لا تقصير مخل، وإنما بقدر ما يحرص المسلم على إعطاء الخير لإخوانه. ولذلك لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: إن من فقه الرجل أن تكون صلاته أطول من خطبته، لم يقل بهذا، الحديث لم يرد بهذا، فإنما ورد بالنص الذي ذكرته لكم آنفا.